السلام عليكم متابعي صفحة هي سبورت. نحن الآن بالقرب من ملعب أحمد بن علي الذي سيحتضن مباراة الفريق الوطني المغربي ضد فريق ضد منتخب النشامة المنتخب الأردني الشقيق. نأخذ ارتسامات بعض يعني المشجعين الأردنيين، وهنا فرقة التي تنشط محيط الملعب قبل دقائق من بداية المباراة. توقعاتك حول مباراة اليوم وكلمة عن المنتخب المغربي والمنتخب الأردني. إن شاء الله تحية جميلة لجمهوركم الكريم عبر الشاشات ولجمهورنا العظيم في الملاعب. أول شيء يعني أتمنى الفوز للفريقين، مع أني يعني أكيد انتمائي للأردن شديد جدا، إلا أني أيضا المغرب يعتبر عزيز على قلوبنا. نتمنى له الفوز والتوفيق في هذه المباراة وفي غيرها. جمهور ما شاء الله وإقبال كبير جدا، خصوصا مع فرقتي فرقة السلام المقيمين في الدوحة، الذي نمثل الجالية الأردنية في قطر منذ أكثر من 20 عام الحمد لله. ترحيب كبير لقينا من الجمهور الأردني معنا، بالإضافة لمشاركة الفرقة المغربية وأخواننا المغاربة، ما جمع الفرقتين في على مسرح واحد وجمهور واحد على مسرح واحد في أغاني تجمع ما بين المغرب والأردن، كانت خير مثال على ما سيحدث داخل الملعب من تلاقي للأشقاء في خارج الملعب. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع وتحياتنا لكم جميعا. شكرا. بعيدا عن الأهازيج والموسيقى، نعم. توقع لي نتيجة المباراة اليوم. أنا صراحة يعني مع أني أردن لكن أتوقع 2-1 للمغرب. شكرا جزيلا صديقي. شكرا لك، بارك الله فيك. يعني احنا كنشوفوا كنرصدوا اجواء المحيطه بالملعب قبل يعني تقريبا ساعه ونصف على بدايه او اعطاء صافره انطلاق مباراه اليوم، بدايه توافد الجماهير الاردنيه والمغربيه وروح رياضيه كبيره بين الجماهير هنا في ملعب احمد بن علي. شوف ناخذ كذلك ارتسامات بعد الفرقه المغربيه التي تنشط الاجواء هنا في محيط ملعب أحمد بن علي قبل أو بعد لحظة قصيرة. نأخذ كذلك ابتسامات مشجع مغربي المباراة اليوم. شنو توقعك المباراة ديال اليوم امام منتخب اردني؟ ايوا ان شاء الله كنتمنوا من رجال العموسه ان شاء الله يفوزوا بالمقابله، وانا كنبغي العموسه كنوصلوا واحد الميساج، ما لعبناش ديك الحداد وديك البركاوي راهما ناقصين شي شويه، لعبنا خويا الرحيمي وازار، واش ان شاء الله 3-0 هذا التوقعات ديالي ان شاء الله. شكرا لك اخويا. شكرا. غزال ديك المايك الله يحفظك. شوف ناخذ كذلك رئيس الفرقه المغربي في كلمه مقتضبه يعني على الاجواء وعلى التنشيط هنا في محيط الملعب. مرحبا. اولا السلام عليكم. كيف كتعرفون اننا جينا نساندوا المنتخب المغربي ديالنا باللباس التقليدي المغربي باش نعرفوا على الثقافه المغربيه، وان شاء الله كما قلنا ان كنتمنوا الفوز للمنتخب المغربي، وحنايا جينا نساندوهم ونبينوا كما قلت لك الثقافه بجميع الالوان ديالها، العيساويه عبيده الطرمه الدقه المراكشيه، ونخليو خليو الجماهير تدخل بواحد الانرجي للملعب ان شاء الله، ونتمنوا الفوز للمنتخب المغربي. شكرا. شكرا لك. شكرا جزيلا. ناخذ كذلك توقعات مشجع مغربي هنا في محيط الملعب اللي بغى يتكلمنا على المباراه. تفضل. السلام عليكم. مرحبا بكم في قطر. اول حاجه حنا كنتواجدوا في محيط ملعب الريان اليوم ان شاء الله، المواجهه ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الاردني، كننتظروا ان شاء الله نتيجه ايجابيه والتاهل مباشر ان شاء الله. حنا جايين باش نلعبوا على اللقب مغرب، فريق مرشح بقوه باش يبدا هذه البطوله ان شاء الله ما غيخيبوناش.
وبغيت نقول بان عندنا تذاكر المغاربه اللي مازال ما عندهمش باقي تذاكر ان شاء الله تقدروا تلقاوهم هنايا. وشكرا. We'll be right back.
كناخذوا كذلك الان يعني مشجعين ديال الفريق الوطني المغربي وناخذوا ارتسامات وكذلك توقعات ديال مباراه الاردن اليوم. الحمد لله بسم الله. بعدا اول شيء رشي الجمهور تبارك الله ديما حاضر ديما ناضي ديما كاين، وان شاء الله المباراه رابحين فيها 100% 100% جايين عازمين، وان شاء الله نيشان الفينال ديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. السلام عليكم. بالنسبه لك ماتش اليوم ان شاء الله راه غيكون ماتش مزيان ان شاء الله، واخا جايين معنا الاردنيه في المتر قال لك غير ربحونا، قلنا لهم واخا ان شاء الله ان شاء الله كوب ديالنا كوب ضرب ان شاء الله وان شاء الله غنجيبوه ان شاء الله. شنو ما عجبكش في الماتش اللي فات وشنو بالك في الاداء انت راه جاوب في الاداء ديال النهيري اللي سجل هدف ديال الحفيظي اللي سجل هدفين؟ ماتش راه هضره معروفين اللهم بارك، كيشتي اللعابه عندنا تبارك الله حفيظي النهيري اللي داز كاع في الراجمه الرحيم والدراري اللهم بارك اخويا ان شاء الله كوب ضرب مغرب ان شاء الله ونجيبوها ان شاء الله ندوزو المونديال ان شاء الله. مربوحه 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 ديما مغرب ديما مغرب من قطر حتى المغرب. ناخذ كذلك مشجعي ديال الفريق الوطني المغربي وكذلك اولمبيك خريبكه، شنو تقدر تقول لنا على المباراه ديال اليوم؟ خويا بسم الله خويا اليوم خويا ماتش صراحه ماتش صعيب ماتش صعيب، خصوصا شفنا الماتش ديال البارح الفراقي ديال شمال افريقيا شويه عانوا، ولكن ان شاء الله احنا اليوم المغرب جايين حنايا عازمين 3-0 اليوم ونتاهلوا للدور المقبل وان شاء الله وديما مغرب ونيشان الفينال مغرب مغرب ديما مغرب ان شاء الله غنجيبوها من هنا ان شاء الله. الكاس غيبقى في المغرب ان شاء الله وديما مغرب. كاس عاوتاني مغربي كاس مغربي كاس مغربي وديما اسفي، تحيه لولاد اسفي وتحيه للمغاربه كاملين وان شاء الله غنجيبوا الكوبا من هنا ان شاء الله. اذا كانت هذه اجواء ما قبل اللقاء يعني تقريبا ساعه وعشر دقائق على بدايه المباراه اللي غتنطلق في الساعه الواحده بالتوقيت القطري 11 صباحا بالتوقيت المغربي. نتمنى حظا موفقا للفريق الوطني المغربي من اجل حصد 3 نقاط اليوم والاقتراب من التاهل الى الدوري الثاني. نلتقيكم ان شاء الله في فرصه اخرى.